السلام عليكم. موضوعنا اليوم في سيدتي إن بزنس عن دعم المشاريع الصغيرة لبعضها البعض. السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذة ولا؟ يس. تفضل الطلبية حقتك. شكرا. يعطيك العافية. شكرا. شكرا لك. مع السلامة. شكرا. المنتج اللي وصلني اليوم هو موضوعنا دعم المشاريع الصغيرة لبعضها البعض. المنتج ده وصلني عن طريق شركة صغيرة، والمنتج ده طلع من بيت شركة صغيرة تانية. خلونا نتكلم اليوم عن موضوعنا عن دعم المشاريع الصغيرة لبعضها البعض في سيدتي إن بزنس، معايا أنا ولاء نحاس. أنا ربا يوسف، محتسب، صاحبة مشروع مز مو بيكري. أنا هناء النمشان، سيدة أعمال سعودية والمؤسس لمشروع جاز ديليفري لخدمة التوصيل المنزلي. المشاريع الصغيرة المرتبة الأولى في تشغيل الأيادي العاملة، وتساعد الدولة على رفع الدخل القومي وتخفيف فاتورة الاستيراد. ونراهم في الوطن العربي، السعودية والخليج تحديداً، على المشاريع الصغيرة لحل معضلات كبرى، أهمها فتح باب أمل للشباب في توظيف أنفسهم واستثمار رصيدهم العلمي والوقت. من هنا جت أهمية دعم المشاريع الصغيرة. لكن السؤال، هل هناك مهمة على المشاريع الصغيرة أنفسهم في دعم بعضهم البعض؟ ثقافة الشركات الصغيرة عادة هي B2C Business to Consumer، لكن ده ما يمنع أهمية مجال B2B Business to Business. خلينا نأخذ مثال. شركة بتقدم منتج، المنتج ده أكيد تحتاج له براندينج، تحتاج له مواد خام، تحتاج له توصيل، تحتاج له إدارة، تحتاج له دعاية وإعلان، تحتاج له طباعة. ففين المشكلة لو دورت على شركات صغيرة تانية تقدم لي دي الخدمات؟ مو بس كده، ممكن شركتين يتكاملوا ويقدموا شيء جديد للعميل ويستفيدوا الاثنين منه، والأمثلة العالمية كثيرة في ده المجال. نرجع للمشاريع الصغيرة أو الناشئة، البعض يدور على الشركات الكبيرة للتعاون معها أو لشراكتها من باب إنهم اسم كبير ومهم ينضاف ليه. لكن ما تنسي إنه بالنسبة لهم أنت اسم صغير، والربح اللي ممكن ياخدوه منك صغير. عشان كده مميزات التعامل مع الشركات الصغيرة مقارنة بالشركات الكبيرة كثيرة، منها مثلا السعي المشترك للنهوض والنجاح بالمنشأة، تبادل المنافع بشكل متساوي سواء من ناحية التسويق أو من ناحية قاعة البيانات، التطوير المشترك للخدمات، والأهم إنه عدم تعامل المشاريع الصغيرة مع بعضها البعض ممكن يؤثر على اقتصاديات الدول. كيف؟ لأنه ببساطة عدم مشاهدة المشاريع الصغيرة لمنتجات ونشاطات بيود المشاريع الصغيرة المجاورة ليها ممكن يدفعها إلى طلب المساعدة من أسواق خارجية، وده يعني استيراد حلول أو منتجات من شركات خارج الدولة، وهذا يعني انتقال قيمة المنتج إلى بلد آخر مقابل استيراده. يعني بدل ما تستنفع البلد بفلوسها تنتقل النفع لدول أخرى. وطبعاً كمان ده يعني إنه يتحمل الشاري صاحب المشروع تكاليف إضافية مرهقة زي تكاليف النقل، الجمارك، وفي نفس الوقت بيفقد جاره صاحب المشروع الصغير اللي عنده منتج مماثل فرصة وجود شاري، وبالتالي بيتحمل خسارة. بس السؤال، حتى لو عرفت المشاريع الصغيرة عن بعضها، ليش تخشى الشركات الصغيرة التعاون فيما بينها؟ هل هي أزمة ثقة؟ أزمة استمرارية؟ أزمة التزام؟ اليوم قصة نجاحنا ممتعة لأنها قصة مشروعين أتكاملوا واتفقوا عن النجاح. خلونا نسمع قصة تعاونهم وشراكتهم سوا، كيف بدأت والفين وصلت. بدأت مشروع مسمو بيكري سنة في ديسمبر 2012، تقريبا لي 3 سنين في هذا المجال. ظهرت حاجتي لفكرة التوصيل والشراكة مع منشأة صغيرة، زاد الطلب على منتجاتي على الكيكات،
وصار الناس يعني أبغى أوصل لأكبر عدد ممكن. مشروعي طبعاً إحنا بدأ في 2013، كان السوق محتاجه، يعني بدأ المشروع إنه في مشاريع صغيرة طالعة هنحتاج، حتى لو بديت بمشروع زي مشروعهم من البيت أو أي هوم بيزنس هحتاج شركة توصيل عشان تمسك طلباتي وتعمل لي هذا البيزنس، تحرك لي إياه. من هنا كانت البداية. فكرت في التوصيل، فقعدت أسوي سويت بحث في الماركت إيش في شركات توصيل، وسويت مقارنات. صراحة اللي جذبني في جاز تعاملهم، رقي تعاملهم ومرونتهم، وفي نفس الوقت هم مشروع جديد، فأنا هي بتجرب وأنا كنت بأجرب. أنا كان عندي مخاوفي ما يلتزموا بالوقت، ما يوصل المنتج للناس بالطريقة اللي أنا أبغاها. هو في الغالب اللي بيخلي الشركات الصغيرة أنها ما تتعامل مع بعض، أول شيء أتوقع السبب الرئيسي اللي هو ما في ثقة بين الشركات الصغيرة بينها وبين بعض، وهذا يسبب يعني بجانب كبير جدا إنه يخلي رائد الأعمال أو الستارت اب إنه يعني يخشى إنه يتعامل مع ستارت اب زيه. جرب، لأنه بيكون متخوف. لما أنا أجي أقول لعميل تعال أنا وأنت نوقع سنة، طب هي مشروع صغير أو هي ست في بيتها، 3 شهور جربي، 3 شهور سهلة عليك أنت يا ولاء، لو جيت قلت لك أدفعي لي المبلغ الفلاني 3 شهور وحنجرب ونشوف. بعد 3 شهور أنا أقول بيروح، بيخلص 3 شهور وبيرجع يجدد. فمنها يعرفني، منها نعرف إحنا نتعرف على بعض. اليوم أنا لما بعمل علاقة مع شركة زي أي علاقة، في البداية لازم نعرف بعض، لازم نقرب نشوف كيف طريقتها، كيف طريقتي، تعرف أنا كيف، إيش البروسيجر اللي بمشي عليه، ممكن هي تمشي حتى طريقتها معايا. إلى أي مدى في مرونة في التعامل مع شركات صغيرة مقارنة بشركات كبيرة؟ الشراكة بين مسمو بيكري وجاز ديليفري كانت متبادلة. الناس عرفوا على جاز ديليفري عن طريقي برضو، فهي استفادت من عملائي وأنا استفدت من عملائها وخدماتها. في مرونة كثير في التعامل مع الشركات الصغيرة أكثر من الشركات الكبيرة، لأنه أنا وهي تقريبا بدأنا في نفس الوقت، هي تبغى تكبر وأنا كمان في نفس الوقت أبغى أكبر، فإحنا نجاحنا من نجاح بعض. هي تساعدني بتقديم الخدمات وأنا في نفس الوقت بساعدها بجيب لها زباين، فبيمشي البزنس حقها. إيش الشركة؟ إحنا لو جينا نتكلم عن شركة كبيرة وعظيمة، شركة كبيرة هي مجموعة شركات أو مشاريع صغيرة مع بعض متجمعة وعاملة شركة. يعني شركة كبيرة فيها قسم خاص بالمحاسبة، شركة نفس الشركة فيها شيء لإنتاج المنتج أو البرودكت، أو شركة كبيرة فيها مشروع صغير أو مكتب صغير بيعمل ماركتينج، بيعمل سيلز، بيتابع لك أنت إيش بتعمل، دورتك السنوية، إيش مبيعاتك، إيش أشياء هذك، إيش هذه اللي فهي هذه المشاريع الصغيرة. اليوم المشروع الصغير في ست بتعمل أكل في بيتها، في زوجها مثلا ولا أخوها، ولا مشروع صغير تاني صاحبتها مثلا فريلانسر بتعمل لها ماركتينج تصميم أو حاجة على السوشيال ميديا، بتستعين بصديقة عشان والله إذا كان محامي أو كان شخص هي بتثق فيه بتستعين فيه، فهو بالنسبة لها مشروعها صغير، هي ما تقدر تعمل شركة. في الغالب الشراكة بين المشاريع الصغيرة بتكون تكاملية، أنه الآن يعني حتى في العالم في شيء بي تو بي، حتى السمول بيزنس برضو تحتاج اللي هو بي تو بي، بيزنس تو بيزنس. فأنا الآن لو عندي منتج أو خدمة معينة حضطر أنه أنا أروح، يعني مثلا افترض أنه أنا عندي منتج كيك أبغى أبيعه، ففي النهاية لازم في واحد اللي حيوصل، في واحد اللي حيسوي لي البراندينج، في واحد اللي حيسوي لي إشهار لمنتجي، حيمسك لي السوشيال ميديا حقتي، ففي عندي أكثر من سورس أنا حضطر إني أتعامل معها. لو حاولت أنا أسوي كل شيء داخل البزنس حقي في النهاية هذا كوست علي. ممكن أتعامل مع شركة صغيرة أوت سورس يكون تخصصها نتقدم يعني المحاسبة أو البرامج المحاسبية أوت سورسينج، يعني ما يحتاج إنه يكون عندي في المكتب. أتعاملت قبل كده مع شركة توصيل قبل جاز، بس صراحة ما حسيت صاحب المشروع كان واقف على مشروعه، وأنا كنت حابة إنه يكون متواجد. لما تعاملت مع جاز أنا شفت هذا الشيء، شفت إنه الأخت هناء كانت هي واقفة بنفسها، هي المسؤولة، كانت مرنة في التعامل معي. أنا كان بالنسبة لي مرة مهم الكاستمر كير لي والعملائي، إنهم يردوا على العميل لما يتصل عليهم، سرعة استجابتهم. أنا كخدمة توصيل إيش بقدم لها؟ بشغل لها،
بوصلها بعميلها، باجي باخذ منتجها وبوصله لعميلها باسهل طريقه ممكنه، هي ما تدري عنها، صاحبه المشروع ما تعرف ولا شيء. وفي نفس الوقت انا استفدت منها انه هي قدمت خصم خاص لعملائي، كان في مرونه في العقد ما بيناتنا. انا لازم اميزها، ليش اليوم حتيجي تعمل معايا كونتراكت؟ ليش حتيجي تتعاقد معايا؟ حتيجي تتعاقد معايا لاني بعطيها وبعطي عملائها سعر اقل بكثير من اللي بياخده الفرد. اول شيء احنا نتكلم، لو تكلمنا عن الفوائد اللي حنستفيدها لو الشركات الصغيره تعاونت مع بعض، هي يعني حتتمثل يمكن في اربع محاور. اول شيء حتتمثل كناحيه اقتصاديه، حيصير عندنا اكتفاء ذاتي. ثاني شيء احنا نتكلم على تنميه المجتمع. ثالث شيء انا كمشروع، انا لما اروح لشركه كبيره حياخذ مني مبالغ كبيره مقابل الخدمه اللي حيقدم لي هي. الشيء الرابع والاخير واللي هو اتوقع يعني برضه مهم، انا كشخص لما انا اتعامل مع شركات ناشئه او صغيره ودعمتها كتعامل معها، هذا حيسوي عندي شيء او رغبه داخليه او تحفيز داخلي يخليني انا اعطي المزيد عشان اقدر اخدم اكبر عدد من الشركات الصغيره اللي اتعامل معها. قصه مسمو وجاز علمتنا انه لازم اتاكد من انه الشركه اللي بتعاون معاها لها نفس الاهداف الاستراتيجيه المشروع، سواء فيما يختص بالالتزام والثقه وتقييم العملاء لها، او حتى فيما يختص من جودتها في تكميل صوره المنتج او الخدمه لي عند المستهلك. نكمل قصتهم بس بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد. قبل الفاصل تعرفنا على ربا ومشروعها وهناء ومشروعها، اهداف كل واحد فيهم، فئته المستهدفة والخدمات اللي بيقدمها كل مشروع، وفكرة التعاون اللي نشأت بينهم. خلونا نشوف لفين وصل كل مشروع نتيجة لهذا التكامل، ومين السبب في نجاح هذه العلاقة. من ضمن استفادة مس مو وجاز ديليفري إنه استفدنا من خدمة التسويق في السوشيال ميديا. هي تسوي إعلانات لمنتجاتي، أنا أقول إنه للتوصيل تتواصلوا مع جاز، فهي يعني استفادة متبادلة بين الطرفين. بأنزل لها إعلانات في السوشيال ميديا، بنحط صورهم. اليوم مثلا مسمه هي عندها منتجات وهي ما شاء الله نشيطة، يعني بتنزل صور كل يوم عندها، فإحنا بناخد الصور هذه وبنضيف عليها مثلا إنه في خدمة توصيل، عشان العميل اللي حيدخل عندي في الأكاونت تبعي أنا كجاز ديليفري يبغى يشوف أنا إيش بوصل. صار لجاز قائمة خاصة فيه، صار لجاز عملاء خاصين فيه، لو راح لأي أحد تاني ما حياخذ السعر اللي أنا بقدمه. وبالتالي الشخص اللي قاعد يوصل هذه الشركة التوصيل أكيد عندها داتا معينة ممكن تسوق لي أنا كمخبز أو أو مكان بصنع شيء معين أو منتج معين، تقدر هي الشركة هذه الداتا حقتها نستفيد منها. أحيانا ممكن يكون هذا حتى لو بمقابل مادي، في النهاية أنا كده بوسع شبكة عملائي واستفيد من داتا حقت الشخص الآخر اللي قاعد يخدمني. المشاريع اليوم بيشوفوا بعض كمنافسين، في الوقت اللي لو تعاونوا مع بعض هيكونوا شراكة أقوى مقابل تنافس شركة كبيرة جدا. فكيف اليوم الشركات بتقدر تنظر لبعض نظرة تكاملية؟ يعني أنا اليوم كشركة صغيرة حتى لو أنا ببيع موالح وانتي بتبيعي الحلويات، بالنسبة لي إيش خليني أشترك معاكي؟ اللي أنا شايفته بالذات المشاريع الصغيرة بالعكس بتحب لغيرها، يعني هذه مثلا طالعة جديد بتحب لغيرها. التنافس حلو، التنافس يعطيكي جودة أعلى، التنافس يعطيكي شيء أفضل. إن كان ما تكاملوا فحيجي في وقت الأوقات حيوصلوا لمرحلة إن هم لازم يتكاملوا، لازم يفضلوا مع بعض. وجود المشاريع الصغيرة في السوق يحل أكثر من مشكلة ويساعد في اقتصاد الدولة. من المشاكل معالجة البطالة باستحداث فرص عمل جديدة. يعني أنا تخرجت بشتغل، فما بكون عاطلة في البيت، فبستحدث فرص عمل جديدة. تاني شيء التبادل الأنشطة التجارية. أنا منشأة صغيرة بأشتري من سبلايرز، فهم بيكبروا، فالشركات الكبيرة بتنمو وتزدهر من وجود المشاريع الصغيرة. احنا نقول يد الله مع الجماعة، والشغل لما يطلع من كذا يد وكذا يد بارعة أو ماهرة بيطلع أجمل وأحلى. ما ينفع نشتغل لوحدنا، لو كل واحد اشتغل لوحده حيتعب. لو في يوم من الأيام جاء واحد يبغى يعمل شركة عظيمة
وقدر يجمع أو قدر ياخذ هذا المشروع وده المشروع وده المشروع وعطاله حقه ودعمه صح، حيصير في شركة محلية وطنية أفضل بكتير من شركات عالمية تانية. فأنا أتوقع أن التكامل هذا هو اللي حيخلق يعني الإيكو سيستم كامل حق الانتربرنورشيب في المملكة إن شاء الله. لو إحنا وثقنا ببعض كشركات صغيرة بيننا وبين بعض، فبالتالي العالم حيثق فينا ونقدر إحنا نصدر البزنس حقنا برا. تتصوري لكم سنة قدام حتفضل تقول مسمو إنه جاز شريكتي في النجاح، أو جاز تقول إنه مسمو شريكتي في النجاح؟ تصوري أنا بالنسبة لي أن استمر إن شاء الله جاز لي 50 سنة قدام في شركة نجاح، هذه يعني ربما محتسب مسمو أحد شركاء النجاح حقوني. هي نفس الشيء، أنا توقعاتي أنه حتى إن شاء الله لو في يوم من الأيام كبرت وصار عندها مجموعة محلات وصار عندها دليفري خاص فيها، حتفتكر كويس أنه جاز دليفري ساعدني في الأول، كان شريك نجاح لي، وصلت لهذه المرحلة لأنه كان معايا في البداية. كثير من المشاريع الصغيرة بينظروا البعض بشكل تنافسي في الوقت اللي ممكن يكونوا مكملين لبعض. أصحاب المشاريع الصغيرة غالباً ما يجدوا صعوبة في تخيل طريقة التعاون بينهم للوصول للنجاح. واحدة من المفاتيح هي التعامل كفريق مع شركات لها نفس الأهداف والقيم والشريحة المستهدفة. تعاوني مع مشروع صغير يختلف عن مشروعك ممكن، لكن مرتبط به مشروع يقدر عميلك يستفيد منه. إذا كنت صاحبة مشروع صغير فإنه من المجد اقتصادياً لمشروعك التعاون مع مشاريع صغيرة. نصف ذكاء الربح في التجارة والصناعة يعتمد على تخفيف فاتورة المشتريات. تستطيع المشاريع الصغيرة تكوين تحالفات استراتيجية فيما بينها تساعدها على الصمود والتصاعد. سيدتي صاحبة المشروع الصغير، تواجدك في تجمعات ومعارض المشاريع الصغيرة يفتح لك أبواب كثيرة من التعاون مع المشاريع الصغيرة الأخرى. سألنا متابعينا من أصحاب المشاريع الصغيرة إذا كانوا يفضلوا يتعاملوا مع مشاريع صغيرة مماثلة أو مشاريع كبيرة، وزي ما أنتوا شايفين الجواب. وده بيخلينا نرجع لنقطة أو قصة جاز. قصة جاز علمتنا إنه دعم المشاريع الصغيرة ناجح وله قيمته المعنوية والمادية. لكل من حابب يحذو حذو هناء ويبادر برغبته في التعاون مع مشروع صغير يعمل لنا منشن على تويتر، وإن شاء الله نكون لبرنامجنا البادرة للتوفيق بين المشاريع الناشئة. ولأي شخص فكر يجمع المشاريع الصغيرة تحت سقف واحد، إحنا حنكون أول الداعمين لدي الفكرة. وصلنا سؤال من سلمى بيقول: لدي مشروع من المنزل ومعتمد كلياً على التسويق الإلكتروني والبازارات، ما هي أفضل طريقة لتسويقه بشكل جيد؟ سؤالك يا سلمى في الإجابة. التسويق الإلكتروني هو الخيار الأفضل لمشروعك زي ما ذكرتي مشروع حرفي، لكن الأهم كيف. خلينا نتكلم على قناة واحدة كمثال واستعرض معاك بعض الأفكار فيها. إنستغرام مثلا، بداية كون مشروعك من المنزل ما يمنع أبدا أنه يكون لي هوية وعلامة تجارية وشعار خاص بي، وبالتالي تجنب استخدام اسمك الشخصي وافتح الحساب باسم مشروعك. ابحثي عن الهاشتاغات المشهورة والمرتبطة باسمك وبمنتجك وابدأي باستخدامها. أحكي عن نجاحاتك بصورة قصصية، مثلاً إيش المميز لمنتجك؟ هل كسبتي جوائز؟ هل توفري شيء مختلف عن المنافسين؟ هل عندك عملاء بتعاملوا معاك فوق السنة أو سنتين؟ كمان أعرضي عن طريق الصور الطرق المختلفة لاستخدام منتجك أو الاستمتاع به، واربطي منتجك بعاطفة المستهلك. وأكيد في طرق مختلفة أخرى ممكن نتكلم عليها إن شاء الله في حلقات قادمة. وصلنا نهاية حلقتنا، شكرا لمتابعتكم، شوفكم على خير في سيدتي إن بزنس مع ولاء نحاس.